بعدين تحاول تضرب العماره من الخرابه اللي ورا، ما تاثرش على طول لانه بيوت كلها، لانه في ارض فاضيه ورا، ما تاثرش على طول لقدام. انت ما انت بلغهم عشان انت تجيش الدفاع، قول له ان في عمارات في سكان كثير فيها، اللي ورا الارض خرابه فاضيه، لو ضربها من ورا هم يضربوا الشارع، تاثر على طول. كله خالي، كله خالي البيوت. انا مش عارف ايش لها لازم تضرب عماره تجاريه سكنيه. ايش لها لازم؟ ايش لها لازم تضربوها؟ ايش فيها حد كمان؟ السكنيه ايش فيها تضربها؟ بقول له ايش فيها العماره عشان تضربها؟ بقول لي بعد ما ترد بتصل عليك وبقول لك ليش؟ ليش ضربناها؟ فحاولت افهم منه يعني ايش السبب، اللي يعني كلها شقق عاديه، محلات تجاريه وسكن عاديه. قال لي بعد ما ترد بكلمك بقول لك ليش؟